بسم الله الرحمن الرحيم. دي النوتيهات طائر غوات الصافي ماشي الصافي الطائر يا جماعة. الطائر بسم الله الرحمن الرحيم. دول بقى اللي انا بفكر يعني مجرد فكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الخدم تمام. في حاجه تانية لسه ولا لا؟ تمام. دي النداية ودي انتهاية. دي انتهاية وسط وده الدكر. انتهاية زايفة دكر وانتهيتين ان شاء الله 1700 جنيه. ان شاء الله شغالين بإذن الله. هل انت بقى نصف قرباج 1000 جنيه بإذن الله. ذكر صافي بنته لسه مخلصة تبقى أول صورة على المشتري بإذن الله. بتاعها عادة بس انتها عادة وش حلو بنته اهي. يا رب بنت اول شغل لسه ما ادتلهوش. تقلش الحمام بس فتتقلش. 1700 جنيه باذن الله. قص لحم فرنساوي بيور قاعد على الحصى وليزه غليل موجوده بالزغلولين بتاعهم 500 جنيه باذن الله. قص مرقب بابنهم ده الدكر ونتاج الورا 1500 ان شاء الله بابنهم. استراليات وش محمد ابنهم اهو ده الدكر قاعدين على حصاهم. ٣٠٠ جنيه باذن الله بابنهم. بس احنا ببلومي حلاوه بلوميات استوت ما شاء الله 350 جنيه باذن الله شغالين. استريات دي النتايه ده الدكر شغالين بفضل الله. حضر حصاهم اوريك عيالهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة يا جماعة الخميس. الناس كتير هو سألتنا عن حمام اللحم الفرنسي. والله وانا دورت كتير فتلاقيت الراجل ده الاستاذ محمود النحاس من القاهرة
عنده مزرعه لاهم ربنا يبارك له، وراجل الناس كلها بتشكر فيه. اللي عايز يا جماعه يتواصل معاه رقم التليفون ده، وفي عنده حجز يعني لو ما تلاقيش عنده جايز ممكن يحجز لك، او يعني بيدي الناس اللي بتحجز عنده بيدي لها حمام. انا والله تعبت جدا عم اتلقيت لك، والراجل ده الناس كلها بتشكر فيه وفي معاملته. فالجماعة اخواتنا اللي عايزين اللحم الفرنسي يتواصلوا مع رقم التليفون ده ويشوفوا التفاصيل، لان انا والله ما اعرف اسعاره. انا اعرف ان الاسعار وقت وصلت ل 400 جنيه لسه الشغال. دي مجموعة حمامة يا جماعة، 9 أسوس للتصفية، مكانهم دمياط، فيهم إن شاء الله باظ. وفيهم عبسي حلبي، فيهم كركندي، فيهم كشاك، ده يا جماعة مجموعة برضو القصة عامل 60 جنيه في المجموعة دي، ومكانهم برضو دمياط، حمام كله تحت بيض زي ما انتوا شايفين اهو. في هزاز وفي مجموعة حمام يعني. ده يا سكينج يا جماعة ومع ولاده، مستوى كويس جدا، مكانهم المعادي، السكينجا بيضا يا جماعة، مستوى جميل ومع ولاده. اللي عايزه يتصل على رقم التليفون ومكان المعادي. هسه رباش شغال، رباش مصري، مكانه مدينة السلام. عامل 550 جنيه، هنشوفه يا جماعة قصة مظبوط يعني، مفيش في تلطيش ولا في حاجة. ده ذكر نفاخ عامل 500 جنيه، ما كنا شدة عيشة. واضح المستوى يا جماعة. لو حد محتاجه دي مجموعة زغاليل يا جماعة، راح الزغاليل، الزغلول 5 جنيه، 35 جنيه في المجموعة، مكانهم سوبر الخيمة. المجموعة كلها مع بعض، الزغلول ب 35 جنيه داخل المجموعة، دي انت يا مراسل يا جماعة شغالة برضه تشبع من غرار، وسعرها 400 جنيه. اللي محتاجها هتوصل على رقم التليفون. مستوى دي مجموعة سكروطة يا جماعة، بلا سكروطة، مكانهم سوبر رخيمة، كل حاجة بسعر، كل تقليب بسعر، يعني كلهم مش زي بعض. فاللي محتاج حاجة يتواصل على رقم التليفون ويعرف الأسعار. ما شاء الله.
فادي موضح المستوى. التقليب كل ما هوش واحد. فاللي محتاج حاجة يا ريت يتواصل على رقم التليفون. رقم التليفون بتاعي يا جماعه مثبت في اول الفيديو ونهايه الفيديو. اللي محتاج يتواصل معايا عشان عروض بيع ولا حاجه، صور الحمام تصوير كويس، ويتواصل معايا على الواتساب وانا ان شاء الله هنشره له. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.